زينب يعني المرأة الحلبية معروفة بقوتها ومعروفة إنها سيدة أعمال ودائما بتفتح البزنس اللي خاص فيها. بفقرتنا الحالية اليوم راح نضوي على إحدى سيدات يلي بيشتغلوا هاند ميد وعندهم مشروعهم الخاص. يعني عالم الهاند ميد واسع كتير، وخصوصا بفترة الميلاد دائما بيكون كتير فكر للزينة. غير الميلاد عم يكون أكيد في مناسبات تانية ما بتخلص، إن شاء الله تضل الأفراح موجودة بيوت الكل. بيسعدنا نرحب اكيد مع بضيفتنا هاسميكا صلاحيان وهي مصممه هاند ميد. يسعد صباحك. صباح اهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك، يعني جايبتي لنا الوان وقصص لتعملي لنا اكيد الزينه هلا لايف على الهواء. واكيد بدي اقول لك اول شيء تحكي لنا عن انواع الزينه اللي انت بتشتغليها، ولحتى بس نوه شويه هاسميكا كمان هي ام عم تعيل عيلتها، ما صحيح. وقفت الظروف الاقتصاديه بوشها، قدرت تعمل شيء من الزينه حتى تقدر بقى تسوق لها وتعيش منها كمان. يعني صحيح، يعني هي الاراده الحلبيه عند السيدات الحلبيات. اهلا وسهلا فيك عن جديد، خلينا نتعرف شكرا. بتشكر اول شيء استضافتكم الي. اسمي هاسميك صلاحيان، انا ام لتوم بنات. الله يخلي لك يا هون. عندي محل هون بالعزيزيه اسمه روز ايرين على اسم بناتي. بزين سفر عرايسيه، اعياد ميلاد، كادويات وهيك زينات ستاندات، كل شيء بتعلق بالديكور. جبت لكم اليوم نطبق شيء على الهواء فورا. إيه؟ خلينا نبلش فورا نطبق معك ومندردش ونحن عم نشتغل. عنا ستاند هيك كله مصنوع من الايد، من العبوات تبع حليب البيبيات، تقدروا تلزقوها على لبعض وتعملوا هيك ستاند مشان يفي بالغرض. بدي اعمل لكم كادو مرتب كثير تقدروا تهدوها وقت تروحوا لولادات. هل يعني كونه بينك فمعناتها بنوته مولود حتكون؟ ايه ستاند بنوته. اول شيء بدي اجهز بالون. ايه نعم، لانه اكثر شيء بيعبي عين. صحيح طبعا، اذا انفتح يعني كمان عم تقولي لنا علب حليب، فهي كثير مهمه باعاده التدوير، يعني بنحكي عن اعاده اعمار، اعاده التدوير. ايه نحن بحلب في مود لازم اعاده طبعا والاراده والافكار الحلوه. طبعا اكيد، وهي قصص يمكن ما بتكلف الست كثير، يمكن من الاشياء اللي عند اولادها كمان فيها. لا الكادويات قد ما غالي كثير هيك طبعا بينزل لنص القيمه، وهديه كثير بيعبي عين و له قيمته الخاصه. صحيح، يعني احنا كثير بنشوف لما بنروح لعند حدا بالهاند ميد فبيكون اخر شيء السعر كثير كتير شوي مرتفع، ولكن عن جد لما ننزل نجيب المواد ونشتغلهم بإيدنا حتى بيكون في متعة، يعني ممكن تطلع معنا أفكار صحيحة. قديش بيكون عندك إنه دائما بتفكري بدي جدد كل مرة بدي أعمل شيء أحلى؟ لازم التجديد شرط، إذا ما جددتي حالك يعني بتبلشي بالسقوط. هلأ عنا بالون سلوفان، هدول كتير حلوين، قلن لكل المناسبات وأسعارهم كتير مناسبة. طيب هاسمي خلينا نحكي شوي عن موضة هالسنة بالألوان وبالزينة وبهالقصص، بس انتو عم تشتغلي احكي ما توقفي عشان نلحق. ايه شو الموضة هالسنة؟ هلا أكثر شيء موضة إنه يتزين ما عدا سفرة عيد الميلاد الفليكس الوراني، موضوع معين بنختاره مع الزبونة وبنختار الحيط اللي بدنا إياه مع البوالين العشوائية والأناطر. نعم. وستاندات جنبون. بدك مساعدة بشي؟ لا مرسي. هي يعني قصص بسيطة نيرمين عم نشوفها عم تستخدم انه لزق بوالين ويمكن شغلات يمكن مثل ما قالت عبوات الحليب، اي حدا ممكن يستفيد من اي شيء او تجي بباله فكرة. وعم نشوف على اليوتيوب كتير افكار. صحيح، يمكن تستفيدوا من يوتيوب كثير. اليوتيوب بيفيد يعني بالافكار وباعاده التدوير، لكن بطريقتنا الخاصه وحسب المواد المتوفره. هلا بدنا نثبت هالسلوفان ببوالين صغيره. ايه طبعا. السلوفان بتثبتيه بالبوالين؟ ايه اكيد. ما بياخذ شغله كثير معك وقت يمكن؟ لا ما كثير. قد ايه ممكن هيك ستاند ياخذ معك وقت؟ يعني بجوز 10 دقائق. 10 دقائق؟ بنعير لك يعني هلا؟ هايلو. يلا بلشنا.
الالوان يعني ابيض وفضي وزهر يمكن. هلا انا اخترت الموضوع انه البيبي بنوته، وهي اكثر هديه بالبق للام، لانه عباره عن استاند بتقدري تزيني فيها البيت اول شهرين للاستقبال، وده يكون تحت الاستاند شويه شوكولا بيرضي الام، ودبدوبه صغيره كمان بيضل ذكرى لبعدين للبنوت. نعم للبيبي. يعني اسميك اي حدا عنده يمكن هالموهبه، او اي حدا من الامهات، نحن بنعرف كثير بيوت يمكن مرت عليها ازمه، مثل ما بنقول عم تدبر حالها، واكيد المراه الحلبيه دائما هي امراه مدبره. فشو بتنصحي لكل كمان كل امراه اليوم يمكن صار عندها مشكله معينه اقتصاديه، شو من تجربتك الشخصيه؟ من تجربتك هلا اي مشكله بتواجهوها؟ لانه نحن يمكن معنا يمكن دقيقه بقى. فاذا بنلحق على السريع ليبين بالشكل النهائي له. هلا اكيد ما راح يبين بالشكل النهائي باقرب، بس تقريبا شو رح ممكن اشرح لكم. ايه شو راح يصير؟ انه لو ربطتوا دبدوبه صغيره هيك، طيب، ووزعتوا الشوكولا بالسياخ. تمام اكيد. يلا هلا رح نكفي معك، رح يكون الستاند مرتب تحت الهواء، رح خليكي تشتغلي على رواق لانه حابين نشوف كيف بدها تكون. شكرا كثير لك هاسميك صلاحيان، رح يكون لنا رجعه ثانيه لنشوف كيف طلعت. شكرا كثير لك، وقلنا رجعه اكيد. شكرا منكم كمان.